يلي عم يزت السلاح لهون بيعرف انه انا الي علاقة بالثورة، وبيعرف انه هذا السلاح عم يصل لابو بطرس. معناها اللي عم يزت السلاح بيعرفني منيح. لك المشكلة انه اللي عنده هالكمية من السلاح ما بيزته لهون، بيروح ببيعه بيطلع ثروة من قفاه. ليش وزقرت اللي عم بيعمل هيك؟ لك مو عم بيزت سلاحه بس، كمان عم بيزت مصاري للفقراء والمحتاجين. يا ترى مين اللي عم بيعمل كل هالملايح؟ مين هالملاك اللي نازل من عند رب العالمين؟ مين؟ مين هذا اللي عم بيقطع عن حاله وبيعطي العالم؟ مين؟ معقول بعد ما قتلت أبو شكري ترجع وتقتل نوري؟ يعني إذا ما قتلته أنا رح يبعث له وكيل السرايا حدا غيري يقتله. بقى ليش ما أخذ أنا الذهبات وقتله؟ خلاص يا أبو سليم، القصة ما بدها ونوني. قتله وخذ المصاري. انت طول عمرك عايش فقير، لك اب على وش الدنيا وصير غني، لك صير غني وصير العاب بالمصاري لعب. هي فرصتك لتصير ازنقل واحد بالشام. الخام ما بيكفي، لازم يصير عندك مالكانات وبساتين ومرابعين. ايه والله منقشب معك يا ابو سليم. الله يخلينا ياكن يا بيت الذهب يا رب. الله يخلينا ياكن. آمين يا رب. فارس عم يستناكم بالبيت، تاخذوا السلاح وبوشكن عند ابو بطرس. مشي مشي زعيم. يلا الله معكم، روحوا. السلام عليكم. الله معكم. لي هلا انت ليش عم تسوي هيك؟ شو عم تسوي يعني؟ ما فهمت علي. هلا مو انت اللي عم تزت سلاح على بيت نوري كل خطره والتاني؟ جاوبني. لا مو انا. لا بلا انت. وشو عرفك انه انا؟ لأنه لما زتيت المصريات على بيت أبو فهمي كنت بنفس اليوم زادت سلاح على بيت نوري. إيوة. وشو عرفك أنت؟ السلوك. أني سلوك؟ سلوك تبعك اللي كنت لافف المصريات فيه. تعرف ليش بحبك وبعزك لك يا عو؟ لأنك أبضاي وفلهوي وبتلقطع على الطاير. طب ليش عم تسوي هيك؟ ليش ما بتقول للعالم إنك أنت اللي عم تزت سلاح وأنت اللي عم تزت مصاري؟ وليش ما بتقوله إنه أنت اللي جيت بمعركة الكسوي وخلصته من الفرنساوي؟ ليش؟ ليش ما بدك العالم تعرف إنك أنت زكرت وأبضاي ومعزدل؟ ليش؟ بكير عليها يا عقوب، لسه ما أجا وقتها. تعرف لك أبضاي، أنا ليش عم بحكي هاد الحكي؟ أنا تحت الضرب، أنا عم موت ألف موتة في اليوم وهن عم يحكوا عليك في العاطل. أش بدي سوي؟ بيجي عبالي أحياناً يعني أوقف بنص الحارة وأبعق صوت وأقول لهم هيك إنه عبود مو مثل ما لكم فاكرين. عبود زلمة مليح وأبضاي ومعدل. عبود هو اللي عم يحميكم، هو اللي عم يمد الثورة بسلاح بالشام كلياتها. عبود هو اللي عم يساعد فقيركم. بس طلع ياسين أرجل مني، وقف قال هاد الحكي كله قدام الحارة وما خاف.
برجع بقول لك يعقوب، لسه ما اجى وقتها، بس بوعدك انه قربت كتير. تعرف عم، نيال اهل حارتك فيك، هن اللي ظلموك وبعدوك عن الحارة وقاعدين عم يسبوك وانت عم تسوي كل ها كرمالهم. روح يا قبضاي، الله ينصرك ويكشف الحقيقة وترجع على حارتك معزز مكرم مرفوع الراس. ليش لك يا عقوب مفكر انه شغلة الحقيقة بس؟ حتى لو كشفت الحقيقة أنا مستحيل أرجع على حارتي. نسيان كم واحد مقتلن من الفرنساوي أنا؟ نسيان إني محكوم إعدام؟ نسيان أنت؟ يعني حتى أنا لو خلصت قصتي مع أهل حارتي ما بتعرف إمتى بيطلع الفرنساوي بوشي. خلص لك يا عقوب، خلصيت. أنا بحياتي ما بأرجع على حارتي. وبيني وبينك أنا ما حقدر شوف اللي ظلموني كل هالوقت واقفيني بوشي وضل ساكت له. أنا ما انظلمت مرة ولا مرتين لك يا عقوب. أنا كل يوم كنت انظلم، كل يوم كنت دوق الويل. مشان هيك عمي خليني بعيد عنهم، كافيهم خيري شري، هيك أحسن لي. جوات قلبي في حرقة وفي نار على أهل حارتي ما بتنطفي لك يا عقوب. وينك انت؟ ليش معك بين الحارة؟ ياسين، ياسين لك شو هاد؟ ليش هرب؟ والله علمي علمك، بس اكيد في شيء، لانه هو صار له حصة غايب عن الحارة. لك يا ترى شو القصة؟ شرف اخبر الزعيم. مصيبة يا ابونا، مصيبة. خير شو في؟ هلا انا وجاي لهون، في اثنين من اهل حارتنا شافوني وهلا بيكونوا راحوا خبروا الزعيم نوري، وهلا بكون جاي لهون. يا لطيف. طيب هدي هدي. لك شلون بدي هدي؟ عم اقول لك شافوني شافوني. اسمع شو بدي اقول لك يا سيدي، انت خليك هون بالكنيسه، اوعى تغادر. انا رح اجيب الزعيم ابو بطرس ونجي لعندك. بس لا تطول، الله يوفقك. طيب ماشي ماشي، مع السلامه. السلام عليكم. سلام. طمنوني. سلاح وصل وصار عند تذكرتي. عفارم عليكم، حدا شافكم؟ مو عيب زعيم. ايه الحمد لله. بتعرف مين شفنا هنيك زعيم؟ مين؟ ياسين الفتال. شو؟ ياسين الفتال؟ ايه، ولما شفته ما بعرف شو صار له، خاف وارتعب، لحقته لشبشبه ما عاد لحقته. ايوه. روحوا انتوا ارتاحوا، والله معكم. بتأمر بشي زعيم؟ الله معكم. سلام. سلام عليكم. الله معكم. يا زعيم الحق، اثنين من شباب الحارة شافوني هون بالقشلة، وهلأ بيكونوا راحوا لعند الزعيم نوري وخبروه. أول شي هدي، لأنه أنا ما بحب اللي بيخافوا. تاني شي لا تأكل هم. شلون ما أكل هم يا زعيم؟ أنا لازم أطلع من هون بسرعة. لوين بدك تروح؟ على أي قرنة؟ المهم ما يجي الزعيم نوري ويشوفني هون. لك أنت بحماية أبو بطرس، لا نوري ولا ألف واحد مثل نوري بيقدروا بيصلوا لك طول ما في نفس بيطلع وبينزل. شو بدي اقول؟ الله يديم عزك يا زعيم، والله يطول بعمرك. بقى عود وهدي ولا تاكل هم. ما حدا بيصل لك طول ما انا هو. يلا، السلام عليكم. عليكم السلام. خلصنا ياسين؟ ما اقتنعت من كلام الزعيم ابو بطرس؟ بلا يا ابونا بلا. بس الزعيم أبو بطرس ونوري صحاب،
وأنا ما بدي تنتزع هاي الصحبة من وراي. لا تخاف، بإذن الرب ما بيصير شيء. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. في عونك والله لو جبال كان هد مسكين، لا نومتك نومي ولا عيشتك عيشي. آخ يا أهل حارة اللوز، لو بتعرفوا مين خسراني. هلا فاضل يا ميت. اهلين وسهلين. خير ان شاء الله، جايين بالليل. ايه والله يا زكرتي، بصراحه في عندي شاب هربان مني ودريت انه متخبي عندكم بالاشلي. قصدك ياسين الفتال؟ هو بتعرف وينه؟ طبعا بعرف. دخيلك مشان الله تقني عليه. شايف الكنيسه؟ ايه ياسين جواتها. لوين يا نوري؟ رايح اشرب من دمه لهالواطي. دخت السبع دخات لحتى لقيته يا زقرتي. بس ياسين بحمايتي وانا اعطيته الامان. انا بشبابي ما تراجعت عن حمايتي لحدا. بدك ياني هلا اتراجع؟ شلون يعني يا زقرتي؟ شايف الخط يا ابو فاضل؟ هذا الخط اذا تخطيته ما راح يحصل طيب. هاي الإشلي وباب شرقي والإيمرية كلن قدامك، وإمتى ما حبيت تجي تشرب شاي أو قهوة عندي يا ميت مرحبا، وإذا حبيت تزور حدا كمان هون يا أهلا وسهلا وميت مرحبا فوقن. يعني الصدر إلك والعتبة إلنا، وإذا بدك ولد من أولادي لعيونك يا أبو فاضل. بس ياسين بحمايتي وتحت رعايتي، يلي بيقرب عليه كأنه قرب علي. لا يا زعيم لا، مشان الله أحكي غيره. قلت لك دخلت سبع دخات لحتى لقيته. هذا واحد واطي يا زعيم، ما بصير تعطي حمايتك. ليش واطي بقى؟ زعيم هذا كشف على حريمي بالقرعة، ضحك على أختي يا زقرتي. لا يا نوري، ياسين ما لعب على أختك، ياسين بحب على أختك. والحب لا هو عيب ولا هو حرام. بجوز غلط لأنه ما أجا وطلب إيدها منك، وكمان بجوز غلط لأنه كان يشوفها من على الأسطوح. بس هيك أغلاط ما بيصير ينقتل مشان الواحد. ياسين بيحبها لأختك وشاريها وبده يتجوزها. لا يا زقرتي ما فشار. هذا حقك، هي أختك وما فيني أنا أجبرك أنك تجوزوا إياها. بس ياسين شاب طيب ومؤدب ومربى وبيحبك كمان، وما رح تلاقي أحسن منه لأختك. أنا ما كون بدالك كنت بجوزهم اليوم قبل بكرة، وانت بتعرف ليش. يا زقرتي بتعرف هذا ياسين اللي انت أعطيه حمايتك مين بيكون؟ مين؟ ابن خالته لواطي اللي قتل عمي، اللي قتل كبيرنا يا زقرتي، اللي قتل زعيمنا. شلون انت بتعطي حمايتك؟ شلون؟ أول شيء عبود ما هو عاطي. عبود زلمي قبضاي وزقرت ومدوخ الفرنساويين، وكل يوم عم يقتل منهم أربعة خمسة الله بيعلم قديش.
تاني شي، أنا عطيته الأمان لياسين لأنه ابن خالته العبود. هيك لكان يا زكرتي. أنا ما بدي إياك تزعل مني، وأنت بتعرف أنا قديش بحسك، بس إني سلمك ياسين لا. خاطرك يا زعيم. أب فاضل، بدي أحكي معك كلمة قبل ما تمشي. روح دور على اللي قتل عمك أبو شكري، وحاجة تظلمه لعبود اتركه بحاله. شو بتقصد يا زكرتي؟ بعدين تفهم. لازم روح لعند الزعيم أبو فاضل وقول له لازم خلص الزعيم من الموت وعلى جهنم يا أبو سليم الواطي. أول شيء عبود ما هو واطي، عبود زلمي أبطاي وزقرت ومدوخ الفرنساويين وكل يوم عم يقتل منهم 4-5 الله بيعلم قديش. تاني شيء أنا عطيته الأمان لياسين لأنه ابن خالته لعبود. بدي أحكي معك كلمة قبل ما تمشي. روح دور على اللي قتل عمك أبو شكري، وحاجة تظلمه لعبود اتركه بحاله. كمان أنت يا أبو بطرس، كمان أنت صار عبود بنظرك بطل، وأنا اللي طلعت ما بيسوى.
وينك لهلا لك امي؟ غلي قلبي علي. ما في شيء، ما في شيء. روحي ارتاحي يا بنتي. ليش قدراني انا؟ شو بك؟ ليش عم تبكي؟ كرمال الله مو ناقص انا. مثل ما بدك. امي شو بك مشان هيك؟ والله يا امي ما عم بقدر نام بها الغرفة. طول عمري وانا بنام فيها مع اختك. من وقت ما قلت ابو بطي وانا بنام مع بها الغرفة. هلا حاسه الغرفة والبيت كله موحش من دونك. اشتقت لك امي. والله اشتقت لك. ليش فكرك ما اشتقت لها انا كمان يا امي؟ والله قلبي عم ينطف عليها. بس انت بتعرفي شو عملت. العملة اللي عملتها ما عم بقدر اغفر لها اياها بنوب. على كل حال انا بدي اقول لك كلمتي ولازم تسمعوا مني. لو كان اخوك فارس هو يلي غلط كنت اضربه قلعه عمل فيه اللي بدك اياه، لانه هو شب رجال بيقدر يدبر حاله. بس اختك ولي على قلبي حرامي، والحرامه يا امي الحرامه يا ضو عيوني ما بتتقلع من بيت ابوها. انا عم بحكي هالحكي مشانك، لا يكون قلبك قاسي على اختك. هاي عرضك، عرضك. إذا مو أنت اللي حاملته مين بده يحميها؟ قلي مين؟ تصبح على خير. الله يخلينا اياك يا زعيم، لولاك ما كنت عارف شو رح اسوي. ولو يا ياسين انت مثل ابني. تسلم يا زعيم تسلم. يلا بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. ايه صحيح بدي اياك بعد العيد تحضر حالك لحتى نطلع طلعه ونقطع الطريق على الفرنساوي. انا جاهز زعيم. بس شو؟ الزعيم ابو فاضل رح يكون معنا؟ ايه طبعا رح يكون معنا. أنا خايف إنه الزعيم نوري يشوفني. ويشوفك. نوري ما عاد بيقدر يقرب عليك أبداً. بعدين أنت لا تأكل هم. أمرك زعيم أمرك. حسيتكم مشوبين شوي، قلت لحالي بتبوردوا. إذا ما أنا باردة ببعث لكم على العيل فيجي بجيب لكم تركة. قلنا لك ما بنعرف شيء. خلاص. لك أنتوا أهل حارة اللوز لا بتقلوا ولا بتملوا. على شو راسكم يا بيس؟ لك ليش شايفين حالكم ومين مفكرين حالكم؟ لك أنا الوكيل طلحت ولك. أنا رح طري لكم راسكم وبدك كل يوم تاكل قتل هون، تاكل قتل هون، تاكل قتل هون لحتى تحكي. يا ابني تاخذوا له ابو علي ولا ابو فهد على زنزانه ثانيه. بدي العين ثاني بلا حاله. يلا نشوف. يلا عوام خليه يتربى عشان تعلم شلون يحكي مع اسياده.
قاعد لحالك مثل المجنون، وأنا بدي جننك، بدي أعرف منك شغلة واحدة بس. قلت لك قل لي إياها وبطلعك فوراً. هلا برد بقلك، هلا بطلعك من هون إذا بتقول لي نوري عم يطلع مع السوار ولا لا. ماشي يا ابني، انا طالع على مكتبي اليوم، ما بدي نام، بدي تم سهران للصبح على صوته للعينتين المختار ابو جلال. بس اختك ولي على القلب حرام، والحرامة يا أمي، الحرامة يا ضو عيون ما بتتقلع من بيت أبوها. أنا عم بحكي هالحكي مشانك، مشان العالم ما تحكي عنك وتقول قلعت عرضك من بيت أبوها وحرمت عليها الفوت عليه. فارس أخ، ما عم بقدر نام. لك ليش هيك عم صير معي؟ ليه صرت حس حالي مو منيح؟ لك ليه صرت حس إنه قلبي قاسي على الناس؟ وكل الله أخي، والله أنت ما في منك اثنين بالشام كلها بقلبك الحنون. يمكن بنظرك أخي فارس، مو بنظر العالم أبداً. فارس، هلا بتروح على بيت عمتك أم عادل، بتجيب فاطمة بترجعها على بيت أبوها. الله يخلينا يا كافي، الله يديم عزك يا كافي. شو في يا فارس؟ ليش هالعياط؟ أمي أخي نوري، أخي نوري بداني أروح جيب فاطمة من بيت عمتي معادة. الله يعمر دارك ويعلي شانك ويرضى عليك ليوم الدين يا ابني يا نور. يلا بخاطركم. يابا هلا بتجي ياما. مين بده يجينا؟ مين؟ انا فارس عم جيك. عزيزة غطي على راسك، اجا ابن خالك فارس. اهلين وسهلين عمتي. اهلين وسهلين. ان شاء الله كل سنه ولدي سالمه. وانت سالم تقبرني. شو كيف العيد معي؟ والله الحمد لله الحمد لله. شلونك يا عمو؟ الحمد لله بخير، كيفك انت؟ والله الحمد لله والشكر لله. الف الحمد لله يا رب. تفضلي تفضل. فارس؟ اهلين اختي، كيفك؟ الحمد لله. ان شاء الله كل سنه وانت سالمه. وانت سالم تقبر قلب اختك. كيفكم؟ اشتقت لكم. يلا اختي الله يرضى عليك، فوتي البسي ملايتك، بدي اخذك معي على البيت. شو؟ ونوري؟ ما اخوكي نوري هو اللي بعتني. يلا الله يرضى عليك اختي، يلا بسرعه. تكي وحده رح البس ملايتي واجي معك. يلا روحي معي يا ام، روحي. على عيني يا ام. عمتي انت متاكد انه نوري هو اللي بعتك؟ لكن عمتي انا عم بحكي من اعلي. لكن استنوني رح احط ملايتي واجي معكم.
لا خلاص تفضلي يا عمتي، فوتي يا اختي فوتي. صحيني يا ماما، صحيني. شفتي رجلي؟ وانا كمان. أنا الله وكيلك ما غلطت، أنت بتعرف أنا مستحيل أوطي لك راسك. الله يسامحك يا فاطمة، الله يسامحك دنيا وآخرة. خلاص ما بيجوز مشان يونس. ليش شبه يونس؟ الله يرحمه استشهد. الله يرحمه. مرحبا يا اخي. اهلين اختي، مري. الزعيم ابو فاضل موجود؟ لا مو هون. مين حضرتك؟ انا جايه من العماره، بكون بنته لابو زاهر القوتلي. تشرفنا اختي، ايش بدك انا في الخدمه؟ الله يوفقك، الله يوفقك يا اخي. ببوس ايدك تروح تنادي للزعيم، في شغله ضروريه لازم يعرفها اليوم، واذا ما عرفها بتصير مصيبه كثير كبيره. مصيبه؟ يا ساتر، شو القصه؟ اخي الله يوفقك، الله يوفقك تروح تنادي له، ما في وقت للحكي منه. طيب اختي، اقعدي في المضافه جوا، انا رايح انادي له وارجع. اخي قبل ما اقول عند عمتي، مرقت لعند ابو احمد اللحام، واعطيته حق خروفين، قلت له انه يذبحهم فدوه لليمين، يعني ووزعهم اللي بعرفته على الفقراء. بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله يلي صفى القلوب ورجع لي اياك. بتقبرين البيت فاضي بلاك. بتقبري قلبي يا تقبرين يا بابا. بس تعرفوا مين اكثر واحد اشتقت له؟ مين؟ لك هذا يا ابو عمته الى خير. اهلين يا يعقوب. وينوي الزعيم؟ ليك شو؟ قوام الدهلو. خير شو في؟ يعقوب اهلين يا يعقوب. يا زعيم، في مرية من العمارة قال هي بنت أبو زاهر القوتلي. ما فهمت عليك. حرمي من العمارة قال هي بنت أبو زاهر القوتلي. ايه. وقال لازم تشوفك ضروري لأنه في مصيبة بدها تصير اليوم. أنا مصيبة هي؟ ما بعرف يا زعيم، بس المستورة في المضافة عم استنى. تعال معي تعال. يلا. يا رجال، وين الخبيث؟ جوا. خليكم برا. يلا. إيه أختي، احكي شو في؟ انت بتعرف من اللي قتل عمك ابو شكري يا زكرتي؟ طبعا بعرفه، عبود الشامي. لا يا زعيم،
مو عبود الشام اللي قتله. شو عم تحكي انت يا اختي؟ مثل ما عم اقول لك يا زعيم، عبود ما له علاقه بقتل الزعيم ابو شكري. مين اللي قتله؟ في واحد بالعماره اسمه ابو سليم الطحان، بتعرفه؟ بعرفه. هو اللي قتل الزعيم ابو شكري مو عبود. وكيل السرايا بعته مشان يقتل عمك وعطاه 2000 ليره ذهب، ومبارح كمان اجى لعنده وعطاه 3000 ليره ذهب مشان يقتلك انت كمان يا زعيم. انت شو عرفك؟ انا مرته، وانا سمعته مبارح وهو عم يعرض عليه الذهبات مشان يقتلك. واذا بدك تسالني ليش هيك عم بعمل، انا مقاسيه منه كثير، وهو واحد واطي. يلا اختي يلا روح خبر شكري والحقني هالعمارة. شوف يا اخي على بيت ابو سليم. اختي ياسمين، لك يا ياسمين راحت هاي. ياسمين زعيم، هذا أنت يا غلطي، أنت يا حقير، خليتنا نصدم الرجال طول هالمدة. خير خير زعيم، شو اللي صار؟ قتلت كبيرنا يا غلطي، لسه عم تقلي شو اللي صار؟ قتلت الزعيم، لسه عم تقلي شو اللي صار؟ خليتنا نصدم عبود وعم تقلي شو اللي صار؟ الله وكيلك زعيم، هو وكيلك يا زعيم. وانا هذا وكيل السرايا. ايه هو وكيل السرايا، هو اعطاني مصاري وقال لي اقتله للزعيم ابو شكري. بالعلامه قال لي انه الزعيم ابو شكري واقف بحلقه مثل الشوكي. انا لما شفت المصاري ضعفت ورضيت، بس الله وكيلك يا زعيم انا ندمان. هلا ندمت يا واطي؟ شاهد على روحك يا ابن الحرام. بوس ايدك يا زعيم، بوس ايدك. انا عندي اولاد لا تقدمهم، بوس ايدك. ليش اللي قتلته ما عنده اولاد يا ابن الحرام؟ ما عنده حاره كامله بتأتمر بامره؟ بلك هلا، بس تاركن مو عندي يا جماعه، تاركن مو عندي، تاركن عند وكيل السرايا. شكري